السلام عليكم. فيديو جديد ديال طنارة جلوبال. بيان سور كيما شفتوا لا مينياتور، اليوم جينا نديرو الريفيو ديال لا سيري لاست اوف اس. بيان سور غادي يكون شحال من واحد شافها. حنا غادي نحاولوا نقسموا هذا الريفيو هذا على دو بارتي. لا بارتي الاولى بيان سور نهضروا فيها على لا سيري اون جينيرال، ولا بارتي الثانيه غادي يكون فيها الحرق ديال الاحداث. دونك مرحبا بتو الموند اللي بغى يتفرج في لابارتي الاولى بلا ما يكمل الثانيه حتى يتفرج، حيت لا سيري غزاله وخرجوا فيها دابا دو بارتي، دو ايبيزود، وتستحق بيان سور تستحق اننا نهضروا عليها. دوزو لابارتي الاولى في لا فيديو. دونك لاست اوف اس هي اون ادابتاسيون ديال لو جو بيان سور، اون ادابتاسيون في لي سيري ديال لو جو لاست اوف اس اللي خرج بيان سور سور بي اس 3، دار ليه ريماستر سور بي اس 4، وعاود دار ليه ريماستر الثاني سور بي اس 5. لو جو ما نهضروش غزال، انا بيان سور كنا مخلوعين، ماشي انا، يكون شحال واحد موافق معايا الراي اننا كنا مخلوعين ان لادابتاسيون في السينما ولا في لا سيري تكون صعيبه شويه على لو جو، باسكو لو جو ماشي شي جو اللي طبيعي. لو جو فيه واحد، كان فيه واحد لونفيرونمون خيالي، كانت فيه واحد الطريقه ديال كيفاش لو جو اي تي كريي، كيفاش الشخصيات اون تي كريي، كيفاش شحال من حوايج كان صعيب جدا انهم يديروهم، انهم يمثلوهم الناس ممثلين. دونك بيان سور كنا مخلوعين شي شويه، مي انا تنضمن لكم الناس عشاق لاست اوف اس جوسكا ماتنو، دو ايبيزود خرجوا، لا سيري متفوقة لواحد الدرجة خيالية. أنا بعدا عجبتني لواحد الدرجة بزاف، حيت كنت نتسنى قل من هادشي في لاسيغي، مي لقيت داكشي اللي بغيت صراحة. دازت اون ادابتاسيون رائعة لو جو بيان سور ديال موتي دوغ. ملي بدات المهمة بين دابا دو ايبيزود كانوا ربعة الناس اللي عرفناهم، اللي هما بيان سور بيدرو باسكال، معروف الممثل تاع بيدرو باسكال هو اللي خد الدور ديال جويل. كاينه بيلا رامسي هي اللي خدت الدور بيان سور ديال ايلي. الا جينا نهضروا عليها، يعني تكونوا ديجا اللي شاف التصاور، اللي شاف لي بوستر بيان سور بيلا رامسي ما تتشبهش بزاف للشخصيه ديال ايلي في لو جو. كاين واحد شويه ما كاينش شبه بزاف بيناتهم، مي قريبه لها، قاضيه غرض. إذا شفتوا الابيزود اللي تعجبكم بيلا رامسي في الدور ديال ايلي صراحة. شفنا اوسي تومي هو لو فخيغ ديال جويل، تا هو بان في واحد اللقطة خفيفة في الابيزود ما بانش بزاف. اي بيان سور انا توغف، اللي تعرف انا توغف هي اللي كانت عندها الدور ديال تيس راه اللي قصر في لو جو راه غادي يعرف هاد الشخصية ديال تيس بيان سور. جوسكا ماتنون في دوز ابيزود تستحق المشاهدة صراحة، عجبوني، فكروني في داك الاحساس فاش كنت نلعب في لاست اوف اس سيغ بي اس 3 فاش يلاه كيخرجات. الناس اللي قصروا فيها في سيغ بي اس 3 فاش يلاه كيخرجات غادي يعرفوا هاد اللقطه اللي عاودت لكم. اوكي دونك تزاليو لابارتي الاولى، اللي ديجا تفرج مرحبا بكم، اجيو لابارتي الثانيه نحرقوا هاد لي دو ايبيزود. الي ايبيزود 1 كان اون جينيرال غزال، علاش؟ كانت البدية جاوني انا اعتمدوا هاد لي كرياتور ديال لا سيري اعتمدوا اكثر على لوريجين ديال هاد ليبيديمي. لوريجين جات من دوك، جات من الفطر، من الفطريات، وبقاو على بقاو على دوك لي زوريجين بزاف. دونك ابيزود 1 فيه تقريبا واحد 120 دقيقه، هذيك 120 دقيقة كلها تيدورو بيان سور كان فيها البدية مع جويل وبنتو، كيفاش وجيرانهم وشي حوايج، بيان سور شي حوايج زايدين على لا سيري زادوهم بطريقة زوينة مقبولين جدا، بالعكس عجبوني. ولكن اللي زادوه كتر، اللي عجبني انهم زادوه كتر، هو ديك الهضرة اون جينيرال، داك البريسيزيون على لا سورس ديال ليبيديمي، هذيك عجبتني. دونك بحال ما جاوش بحال لو جو تدخل ديك الساعه المعقول، لا هنا في لا سيري وجدونا بشويه ها اللي وقع، ها رجعوا لنا قبل، ديجا قبل بشي 10 بشي 50 عام رجعوا قبل،
علاش كانوا تيهضروا على الفطريات اش ممكن على هذا النوع سورتو هذا النوع بالضبط ديال الفطريات عقلتش على سميتو بالضبط علاش انه ممكن يتطور من هنا لقدام دونك هذا ان بوين فور بيان سور مزيود على لا سيري الله يعطيهم الصحه بتلو لنا شويه سورتو حيت عارفين ان بزاف الناس اللي غادي يتفرجوا في لا سيري الناس اللي ديجا لعبوا لو جو يعني وجدونا لواحد لانتروديكسيون من قبل ماشي هي جينا ودخلنا ديريكت للمعقول وجدونا واحد لانتروديكسيون بعد داروا فيها دي ديتاي زوينين بطريقه زوينه عجبوني لا ميم شوز داروا حتى في الاول تاع ليبيزود 2 داروا لنا واحد لانتروديكسيون اخرى كمالت هذاك الشيء اللي وقع من قبل قبل من ما تبدا ليبيديمي داروها ثاني في البديان تاع ليبيزود 2 واللي نقول لكم هو ليبيزود 1 اون جينيرال غزال ما بين البدية ما بين يلا تنتعرفوا مع جويل يلا تنشوفوا ديك العلاقة البدية مع جويل وتيس ويلا تيتلاقاو مع إيلي بيان سيغ ما نهضروش على بلا ما نهضرو زعما على داكشي قلت لكم من قبل نتاع لانتخوديكسيون تاع ناس اخرين دخلوهم باش يبينوا لك من قبل اش وقع وبينوا شوية نتاع ليبيديمي اش تدير الناس ماشي شي حاجة كثيرة ما بينوش داكشي كانت بدية خفيفة مي ليبيزود 2 انا تنصحكم ليبيزود 2 غزال ليبيزود 2 صراحة تيشدك هادي ليبيزود 2 تتفهم ان لا سيري غاديه في تطور على حسب ما قريت بيان سور ان لا سيري تكون فيها 10 ايبيزود حنا يلاه في ليبيزود 2 قلت لكم وجارينك شادينك مزيان على حسابي كما تنقول لكم حنا ديما تنديروا لي رياكسيون على اي حاجه متعلقه بالجيمينغ لاست اوف اس ديما داخل في الجيمينغ سواء سيري سواء يديروا فيلم سواء يديروا روسهم نديروا لا رياكسيون ديالو دونك هادشي اللي كاين ما بغيتش نكثر عليكم بزاف هو حرقت شحال من حاجه ولكن ما بغيتش نحرق بزاف في ليبيزود 2 كانت واحد العلاقه يلا بدات تتطور ما بين جويل وايلي بواحد الطريقه غاديين معاك بواحد الطريقه سلسه غاديين معاك دقه وميم طون تيخليوك انك تعيش معاهم ودخلوا لنا دوك لي كلاكور بانوا في لي دوزيام ايبيزود بواحد الطريقه زوينه التعامل معاهم كان زوين جاني احسن من لو جو دارو انا كما قلت لكم داك لونفيرونمون ديال لو جو دوك لي زيفي وداكشي كنت نقولها صعيب انه يكون كسيري يكون زعما كتمثيل من عند بنادم مي صراحه الله يعطيهم الصحه احنا باقيين مكملين غادي نكملوا معكم جمعت لكم ايبيزود 1 ايبيزود 2 في هاد لا سيري انا ديجا شفت ليبيزود 1 كيخرج دونك اون سيمين هادي ولا 10 جوغ غير جمعتهم ليكم بجوج باسكو ليبيزود 1 ما كانش عليه الهضره بزاف مي ليبيزود 2 جرات ليا الهضره مع كلشي دونك شد باش جمعناهم باش نهضروا عليهم بجوج حيت كاين ما يدار حيت بحال قلت لكم ليبيزود 1 ميم سي طويل كله بحال اون انتروداكسيون لا سيري كامله مي ليبيزود 2 بداو المعقول صحاب لاست اوف اس اللي عجبهم لاست اوف اس نقول لكم على حسابي لا سيري تستحق جوسكا ماتنو دوز ايبيزود غزالي نهضروا على الثاني ان شاء الله باقي واحد المهم واحد 6 جوغ ولا 7 ولا 5 جوغ ويخرج ليبيزود 3 نشوفوه حتى هو ونعاود نديروا عليه شي رياكسيون ان شاء الله الا كان يستحق نقول لكم تشاو تسناونا ديما في طنارة جلوبال ديما الجديد على الجيمينغ والنواحي تاع الجيمينغ